لقطات تؤكد بأن كرة القدم تلعب بالعقل وليس بالجسد فقط. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. بالطبع كرة القدم تحتاج إلى الكثير من الجهد البدني حتى تلعب بشكل جيد، لكن هناك بعض اللاعبين يقومون بلعب كرة القدم بعقولهم، وهو ما يجعلهم بالمقدمة دائما، وأيضا يجعلهم يكسبون الكثير من التحديات في عالم المستطيل الأخضر. لذا في هذا الفيديو سنشاهد بعض اللقطات التي تؤكد بأن كرة القدم تلعب بالعقل وليس بالجسد. لنبدأ. لنتابع هنا اللاعب نيمار وكيف تشير الجماهير بالليزر على عينيه ويقول لهم أنا لا أرى جيدا، ثم يسجل ركلة الجزاء. هنا في هذه المباراة لتشيلسي تابعوا كيف تم تعريض الكرة لتلمس بيد اللاعب، وبهذا الشكل يحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة إلى الفار. وهنا يحاول اللاعبين التأثير على لاعب تشيلسي الذي سينفذ ركلة الجزاء، لكن أزبيليكويتا قرر أن يقوم بإعطاء الركلة إلى هافرتز، ويبدو أنه كان مركزا بشكل كافي ليضع ركلة الجزاء في المرمى. لنتابع هنا هذا اللاعب وكيف يحاول التأثير على محمد صلاح وهو يتحدث إليه قبل أن ينفذ ركلة الجزاء، فتابعوا كيف أثر ذلك وتمكن الحارس من تصدي الركلة، وبعد ذلك عادت الكرة إلى صلاح فضربها لترتطم بالعارضة وتضيع الكرة بهذا الشكل. تابعوا هذا اللاعب والذي يقف أمام حارس المرمى حتى يقوم بتشتيته أثناء ما كان زميله سينفذ هذه الركلة الحرة الثابتة، وبالفعل نجح بالأمر، فتابعوا كيف تم إيداع الكرة في الشباك بهذا الشكل. هنا يرفع برافو يده للاعب البرازيلي هالك حتى يقوم بتسديد الركلة على يمينه، لكنه سددها على اليسار، وبالفعل تمكن بهذا الشكل الحارس كلاوديو برافو من تصدي الكرة. هنا حدثت مناوشات بين هذين اللاعبين، وهنا بولوتسكي يقوم بتذكير اللاعب بأن ألمانيا فازت على تركيا بنتيجة 3-0، ويقوم بمعايرته بهذا الشكل، وبعد ذلك تمكن اللاعب من تسجيل هدف رائع في الشباك ليقوم بالاحتفال أمام خصمه بودولسكي بهذه الطريقة المستفزة. هنا هذا التصريح لجوزيه مورينيو الذي قال فيه أن تيري هنري لا يسجل إلا على الفرق الصغيرة، ولكن في المباراة تفاجأ بهنري ليسجل هدفين ولا أروع من تسديدة مباشرة ثم ركلة حرة ثابتة باغت بها حارس تشيلسي. وهنا في المقابلة الصحفية يقول هنري فعلا كما يقول الجميع، أنا لا أسجل إلا في الفرق الصغيرة. تابع رونالدو وهو يحاول تشتيت ذهن زلاتان إبراهيموفيتش أثناء تسديده ركلة الجزاء، وعندما سجل زلاتان هذه الركلة تابع نظراته إلى رونالدو. هنا حاول فيرجيل فان دايك أن يقوم بإبعاد اللاعب نغولو كانتي، ولكنه قام باستفزازه بدفعه بهذا الشكل وأيضا وصفه بكلمات مستفزة، ليعود كانتي ومن أمام فيرجيل فان دايك يسجل هذا الهدف الإبداعي في شباك. يتقدم لاعب بورتو لتنفيذ ركلة الجزاء، وهنا يقوم الحارس بتشتيت ذهنه، ويبدو أن هذا المدرب غير واثق بلاعبه، وبالفعل عندما قام اللاعب بالتسديد تمكن الحارس من تصدي الكرة بطريقة إبداعية. هنا يقوم المشجعين بإضاءة الليزر الأخضر على عيون واين روني الذي تشتت بما فيه الكفاية ليضيع ركلة الجزاء. يشير كيليان مبابي بإصبعه لحارس المرمى بأن يذهب على الجهة اليمنى حتى يتصدى ركلة الجزاء، وبالفعل ذهب الحارس إلى الجهة اليمنى وتمكن من تصدي هذه الكرة. يحاول هنا الحارس جوهار تشتيت ذهن أندريا بيرلو
عند تنفيذه ركلة الجزاء، ولكن بيرلو كان أذكى منه وقرر وضع ركلة الجزاء بهذه الطريقة الاحترافية في شباكه. تابعوا هنا ووركر كيف قام بدفع ماتا أثناء إيقافه للكرة قبل أن تخرج إلى التماس، وسدد عليه الكرة بقوة، ولكن بعد ذلك تمكن ماتا من أخذ ثأره وقام بأخذ الكرة من ووركر الذي سقط أرضا، وبعد ذلك قام ماتا بتمرير الكرة إلى زميله ليسجلها في الشباك هدفا كما ترون. لنتابع هذا الحارس والذي يقوم باستفزاز لاعبي الخصم حتى يقوم بتسديد الكرة على اليسار، وبالفعل كل الركلات التي نفذت كانت على اليسار، وتصدى هنا الركلة الأولى، وبعد ذلك أتى اللاعب وحاول الحارس أن يؤثر عليه، ولكن الأخير تمكن من تسديد الكرة على اليسار ولكنه أدخلها في الشباك. أما الركلة الثالثة يمكنكم أن تتابعوا كيف تمكن الحارس من تصديها على يساره بهذا الشكل. بينما يقوم رونالدو بالإحماء لهذه المباراة، يسمع الجماهير وهي تردد ميسي ميسي ميسي، ليأخذ كريستيانو رونالدو ثأره بتسجيل 3 أهداف رائعة في شباك هذا الفريق، وهو يقول أسمعوني صوتكم الآن. هنا خرجت الكرة من التماس، فحاول ستيفن جيرارد أن يأخذ الكرة من جوزيه مورينيو بسرعة، وهذا ما استفزه كما ترون، وكانت ستحدث مشكلة بين مورينيو وحكم التبديلات. لكن يمكنكم أن تتابعوا في المباراة التي تليها كيف تمكن مورينيو من أخذ ثأره عبر لاعبيه، وهنا هذا الخطأ من ستيفن جيرارد الذي تسبب هدفا، وبعد ذلك تقدم لاعبو تشيلسي بانفراد وتمكنوا من تسجيل هدف آخر بهذا الشكل الرائع. تابعوا فرحة مورينيو لأخذ ثأره من فريق ليفربول. في مباراة برشلونة واسبانيول يمكنكم أن تتابعوا هنا تمريرة ميسي الإبداعية للويس سواريز، ولكن الحارس تفطن لها وهو يقول لسواريز أنا ذكي وتمكنت من إيقافك، لكن حاول سواريز أن يقوم باستفزازه عبر بعض الكلمات، وبعد ذلك عاد مجددا ومن تمريرة رائعة. تابعوا كيف تمكن من تسجيل هدف في شباك حارس إسبانيول والذي أخذ يحتفل أمامه بهذا الشكل ليستفزه. تابعوا ردة فعل ميسي أيضا. هنا يستفز لاعب بايرن ميونخ اللاعب رودريجو ويقول له أنهم عمالقة جدا ولم يتمكن من وضع الكرة من فوق حائط الصد، لكن رودريجو وبشكل جميل سجل هذا الهدف على الزاوية اليسرى لحارس المرمى بشكل ولا أروع. هنا هذه الركلات الترجيحية بين ليفربول وتشيلسي، وتابعوا هذا الحارس كيف يقوم بفتح زاوية كاملة ليسدد فيرجيل فان دايك في الزاوية الضيقة ويقوم بتسجيل الركلة بشكل جميل، وهنا يشير للاعب الآخر بالتسديد على الجهة اليمنى وبالفعل يسدد، ولكن الأخير يذهب على الجهة اليسرى. يبدو أنه لم يكن موفقا أبدا بتصدي أي ركلة جزاء، وعندما وصل دوره لتسديد ركلة الجزاء الخاصة به، تابعوا حارس تشيلسي كيف قام بإضاعة الكرة بهذا الشكل. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.